كابتن صبحي برحب بيك على شاشة القناة الأولى وبرنامج رقم 10، وتحيات كريم رمزي. وكريم بيحبك على فكرة، دايما بيشكر كريم فيه. كريم أخويا الكبير ده، كريم حبيبي، وأهلا بيكم في اسكندرية. نورت في اسكندرية. 5 ولا 6 مان أوف ذا ماتش؟ 5. أنت أفضل حد خد جوائز، أكتر حارس في الدوري خد 5 الحمد لله. يعني كلمنا بقى عن موضوع انك تكون الابرز في الدوري المصري، وتجربه مهمه مع نادي الجونه اعاره من نادي الاتحاد. والله هو في الاول والاخر هو توفيق بتاع ربنا، الحمد لله ربنا من اول ما سبت النادي وانا ربنا واقف جنبي، وقلت وتغربت ان انا عشان اطلع لازم اموت نفسي، اللي انا طالع من نادي كبير نادي الاتحاد السكندري، فقلت لازم اطلع، عايز العب مش عايز اقعد. في ناس كتيره بتيجي الاتحاد وبتمشي كل سنه، ناس كتيره بتيجي وناس بتخرج، فقلت لا انا عايز اخرج، انا عايز العب. انا ببقى موجود في نادي الاتحاد ما بلعب، ما بشاركش كتير بصراحه، بس عشان بيبقى فيه جوان كبيره بصراحه حق ربنا. بس انا قلت اطلع وتوفيق ربنا طبعا، ثم دعاء والدي ووالدتي الحمد لله ربنا كرمني. توقعت انك هتتالق مع الجونه، ولا كنت شايف ان هي سنه هتخلص بالطول والعرض وارجع للاتحاد او اشوف حاجه تانية؟ لا انا لو ما توقعتش ان انا اتالق في الجونه ما كنتش هطالب ان انا اطلع عاره. انا حتى وانا مطالب ان انا اطلع عاره، الرئيس محمد مصلحي ده حبيبنا كلنا والله، ده تحيه طبعا حبيبي، ده الرئيس ما رضيش يطلعني عاره غير لما جدد لي، عشان هو واثق فيا واثق في قدراتي، وانا بحب النادي اصلا، وانا بقالي 13 سنه في النادي، فقلت لازم اطلع ولازم العب، بقالي كتير ما بلعبش. يعني ممكن كل اللي لعبته في الاتحاد مش ارقام كبيره بصراحه. معانا مدرب حراس محترم اسمه كابتن ممدوح ابراهيم، كان موجود مسعود، بدا الموسم لعب 9 ماتشات او 8، وانا لعبت بعد بدات في الرابطه الحمد لله، من اول ما بدات في الرابطه وانا فضلت العب الحمد لله، وانا من اول ما طلعت عارف ان انا هلعب ان شاء الله. لا بصراحه ما زهقتش بصراحه، انا كنت مبسوط ان انا موجود، انا حاسس ان انا هلعب، عارف ان انا موجود ان انا هلعب، بموت نفسي في التمرين وشايف عادي انا هلعب في اي وقت ومستني الفرصه. حتى في نادي الاتحاد فترات كبيره كنت بستنى الفرصه، الحمد لله ربنا كان بيكرمني لما كنت بلعب. برده في الجونه انا ساعه ما وجدت انا عارف ان انا هلعب في الرابطه وعامل حسابي ان شاء الله ربنا هيوفقني. ده توش السعد عليك مباراه الربط طبعا، ماتش البنك الاهلي عملت ماتش كويس الحمد لله، كسبنا البنك كمان 3-1 من الماتش ده، وانا عرفت ان انا هلعب. كابتن علاء عبعال، انا اول ما رحت الجونه فاكر الكابتن علاء بيدافع بيوقف الاوتوبيس، انا كنت عارف ان الكابتن علاء بيدافع، بس لا انا رحت ما لقيتش كده خالص بصراحه. لقيت في كوره والناس بتطلع ومفيش دفاع خالص بصراحه. الجونه اللعيبه ايوه انت ممكن تقول مفيش نجمه، بس برضه كان في صبر رحيل، وكان في كابتن نور السيد، دول لعيبه كبيره بيعرفوا يلموا اوضه اللبس، واللعيبه عايزه، اللعيبه درجه ثانيه، ممكن في ناس كتير درجه ثانيه وناس كتير درجه ثالثه، بس اللعيبه محتاجه، اللعيبه عايزه تلعب، اللعيبه امنيه حياتها انها تلعب في الدوري، وربنا كرمهم كلهم. والثقه بقى اكيد زادت بعد مان اوف ذا ماتش اول جايزه. والله انا هديتها لوالدي ووالدتي. كانت مباراه ايه لو فاكر؟ كانت مباراه البلديه المحله في البلديه، كسبنا 2-1، عملت ماتش الحمد لله كويس. انا بصراحه قبل ما اخد الجايزه انا كنت نفسي اخدها مره. ربنا الحمد لله وفقني وخدتها 5 مرات، وكنت ممكن اخدها مع اني لعبت 20 ماتش يعني غير الرابطه. يعني تمام، الجايزه كلها 4 ماتشات. ايوه الحمد لله، 6 كلين شيت و5 مان اوف ذا ماتش. الخمسه بتهديهم لمين او هديتهم لمين؟ والله لوالدي ووالدتي. خلي بالك انا والدي كان حارس مرمى، هو اللي واقف جنبي وكان حارس كبير يعني، اتعلم منه كل حاجه. والله انا بموت نفسي عشان ابقى موجود، دي فرصه، والواحد انا بصراحه انا كنت متوقع ان انا موجود، مش متوقع، انا كنت متاكد من غير ما حد يقول لي، بس انا شايف ان انا ان شاء الله هبقى موجود بالارقام وبالاحصائيات، انا شايف ان انا خلاص هبقى موجود رسمي. عادي انا ما زعلتش، لا انا هتمرن وهتعب وهبقى ان شاء الله هبقى موجود في المنتخب عادي. الكابتن حسام كده كده بيشوف. حاسس انك اتظلمت؟ لا 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 ان شاء الله هموت نفسي وهروح، لا في ظلم. مصر انك تبقى في المنتخب؟ ان شاء الله انا مصر ان شاء الله هبقى في المنتخب، انا ابن النادي وانا بحب النادي. ايوه انا اي حد شرف كبير اللي يلعب في النادي الزمالك، بس برضه انت ابن نادي الاتحاد، نادي كبير برضه ما يختلفش عن الزمالك ولا على الاهلي ولا الاسماعيلي. بس كان نفسك تلعب في الزمالك او الاهلي او فرقه كبيره، ولا شايف ان الاتحاد ما يقلش عن الفرق دي؟ لا الاتحاد ما يقلش خالص. ايوه اي حد بيبقى نفسه يروح، انا عشان منتخب مصر. السنه لو السنه الثانيه دي كانت في الجونه كانت في الاتحاد كان زماني موجود في منتخب مصر. لا 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 بالعكس، انا مبسوط ان انا مع المهدي سليمان، جون كبير برضه، وانا عايز ابقى موجود. طالما انت عايز تروح منتخب مصر معاك جون كبير يبقى انت برضه بتبقى. طب انت شايف ان مشاركتك في الاتحاد ممكن تبقى كتير، ولا المنافسه هتبقى صعبه مع المهدي؟ هو المهدي جون كبير، بس ان شاء الله عادي، انا هلعب هو هيلعب اي حد هيشيل، احنا الاثنين يعني ما فيش حد هيأثر باي حاجه. متقبل المنافسه؟ اكيد طبعا.
عشان كده رجعت. مفيش عاطف، الاجنبي جاي مصر عشان عايز يثبت نفسه، هو مش هيستفاد حاجه. وكمان المدربين المصريين فيهم ناس كتير والله ما بتظلمش، بس برضو بيبقى فيه اسم معاك، اسم كذا واسم كذا، وانت مثلا لسه صغير لا بتفرق. بس الاجانب ما فيش الكلام ده طبعا، بس هي مش بدايه، ده بيتي. صفقات كتيره بصراحه، وصفقات كلهم مميزين. بدايه الفريق بصفه عامه يعني. لا لا لا، بدايه مميزه مع لعيبه كتيره ولعيبه كلها مميزه، وان شاء الله هنعمل حاجه السنه دي ان شاء الله. لو اخترت حارس معاك نفسك يكون الافضل في مصر؟ لا، في كتير، في حراس كتير في مصر، بس انا بصراحه الموسم اللي فات عملت موسم كويس، وانا شايف نفسي السنه اللي فاتت عملت سنه جامده، وانا شايف نفسي احسن حارس في مصر بصراحه.